كلمة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في مؤتمر أساطير أفريقيا. طبعا برحب بالجميع الحضور وسعيد ان انا موجود في كوت ديفوار وسعيد بالتنظيم الرائع لكوت ديفوار. ان شاء الله يعني مزيد من التقدم للكره الافريقيه، لان الكره الافريقيه ليها دور رئيسي وكبير واللاعبين الافارقه في المحترفين في خارج في اوروبا اثبات وجود، حتى في كاس العالم لينا وجود الكره الافريقيه وليها وجودها. بالنسبه لي انا كنت محظوظ الحمد لله ان انا اتواجدت في بلد كبيره زي مصر. من حظنا ان احنا خدنا البطولات افريقيا اللي اكبر حاجه في افريقيا كاس الامم 7 مرات. كان ليا الشرف ان انا شاركت في سبع مناسبات افريقيه واحرزت 3 كؤوس افريقيه 86 و98 و2006، دي كان اخر حاجه بالنسبه لي. ومن حظي فعلا ان انا شاركت في كاس الامم 2006 وانا كنت داخل تقريبا سني كان 40 سنه داخل على 40 سنه، فده كان حاجه عاصرت اجيال كتيره. انا تحياتي طبعا للاساطير اللي موجودين من اول ميلا وعبيدي بيليه وكل الاساطير اللي موجودين معانا النهارده، فانا سعيد جدا ان انا في وجود في وسطيهم. وفي نفس الوقت حضرت البطولات اللي هي كانت اصغر بطوله خدت 86، كان بالنسبه لي ميلا كان نجم كبير في وجودي معاهم. ثم 2006 حضرت في الاخر الفاينل اللي كان في القاهره. اكيد طبعا شعور ان انت بتحرز بطولات وبتتواجد في بطولات مختلفه مع اجيال مختلفه، دي كانت حاجه عظيمه جدا. والاهم ان انا نهيت مشواري في كاس الامم ككابتن منتخب ببطوله كاس الامم 2006 في حضور الجماهير المصريه. فده شعور طبعا اتمنى ان شاء الله في لعيبه افارقه كتير في اللي هم صاعدين يكونوا ليهم دور، وخاصه كمان اللاعبين منتخب مصر، وان شاء الله اكون متواجد مع منتخب مصر الفتره اللي جايه بشكل ايجابي ان شاء الله. Yes, we wish you good luck for your new job, but I'm sure you'll get lots of questions about that. But let's talk about the past. 98 in Burkina Faso, was that your best tournament, or 06 at home when you won in front of your own people? متهيألي 98 كانت صعبة نتيجة لأن كان البطولة كان الفريق التيم كله متغير. كان في مدرب عظيم معانا كابتن محمود الجهري، عمل توليفة، كنت يمكن أنا أقدم لعيب ومعايا هاني رمزي، كون تيم كان طالعين من مصر والجمهور عارف والاعلام عارف ان احنا مش صعب ان احنا صعب ان احنا ناخد البطوله، لان التيم كله كان اعمار جديده ولاعبين جداد على المستوى الدولي. فالبطوله دي ما كانش حد متخيل ولا متوقع ان احنا نكسبها. شاركنا مع منتخبات قويه جدا، وثم لعبنا فاينل مع تيم قوي زي منتخب جنوب افريقيا، وكان ساعتها مستواهم على اعلى مستوى، وعملنا المفاجأة وكسبنا البطولة، وأنا أحرزت هداف البطولة مع مكارسي. فأعتقد أن البطولة 98 كانت تعتبر من أصعب البطولات في ال7 بطولات اللي مصر أحرزتها. Benny McCarthy, that's correct. Thank you so much, sir. Best of luck for your next job. Mr. Kanu, if I can move to the year 2000.